هكذا كانت الانطلاقة الأخيرة لقافلة النورس الخيرية الرابعة من رمال الشرقية بولاية بدية، حيث انطلقنا متجهين إلى مركز الوفاء الاجتماعي التطوعي لتكملة مشوار العطاء. التقينا بأطفال المركز، وكالعادة ابتدت حكاية الوفاء بين الطاقم والأطفال في جو من المرح والسرور. استمر الطريق وصولا إلى محافظة مسقط، وبالتحديد في دار رعاية الطفولة، حيث فرحة اللقاء بين الطاقم الإداري والتنفيذي للقافلة وبين أطفال الدار. وبعد أن وزعت العطاءات لدار الطفولة، توجهنا إلى نقطة النهاية في مقر الشركة العمانية القطرية للاتصالات النورس، وكان في استقبالنا سعادة خليل بن عبد الله الخنجي، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان وأعضاء مجلس إدارة الشركة العمانية القطرية للاتصالات، وجمع غفير من الحضور، حيث محطة تكريم طاقم قافلة النورس الخيرية الرابعة.